أهلا بكم. تصدر العراق واجهة الأحداث في الأيام القليلة الماضية بعد محاولة اغتيال رئيس الحكومة الحالي الكاظمي، والتي اتهمت بها الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة، وقبلها اتهام الميليشيات نتائج الانتخابات البرلمانية بالتزوير، وهو ما أثار المخاوف من أن تكون هذه الأحداث مقدمة لأعمال عنف واسعة النطاق، حيث هدد ما يسمى بالإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية من أن نتائج الانتخابات فبركت وجرى التلاعب بها، وأن المضي قدما بهذه النتائج سوف يعرض السلم الأهلي للخطر، حيث يواصل المئات من أنصار الميليشيات تجمعهم قرب المنطقة الخضراء في بغداد. وقال أحد المسؤولين الأمنيين لوكالة رويترز إن الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجوم على منزل الكاظمي هي طائرات إيرانية الصنع، ويقول مراقبون إن الهجوم كان رسالة واضحة من الميليشيات بأنها على استعداد تام للذهاب إلى العنف إذا استبعدت من تشكيل الحكومة الجديدة، وأن بإمكانها إثارة الفوضى في العراق ولديها الأسلحة والوسائل. احتدام الصراع بين شركاء العملية السياسية والميليشيات باعلى بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية ومحاولة اغتيال الكاظمي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل الصراع الحالي بين قوى العملية السياسية الطائفية بلغ أقصاه بمحاولة الميليشيات اغتيال الكاظمي؟ وهل سيبقى هذا الصراع صراعا سياسيا بغض النظر عن محاولة الاغتيال التي استهدفت المسؤول الأول في نظام الميليشيات؟ وهل سيقود هذا الصراع سواء كان صراعا سياسيا أو دمويا إلى مزيد من تفجير الوضع في العراق؟ وما علاقة احتدام الصراع بين القوى السياسية الطائفية والميليشيات بالصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة؟ وكيف يمكن للقوى الوطنية والشعبية والقوى التي قاطعت الانتخابات التقاط لحظة هذا الصراع لبلورة مشروع وطني للخلاص في العراق؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي لقاء مكي ثامر العلواني. وأقول لكم هذا والله ما وقفت. هل هي نقطة لا عودة أم أنها الاحتضار الأخير للعملية السياسية التي امتدت في العراق عقدين من الزمن فسادا واستبدادا وطائفية وتبعية للخارج؟ من يقرأ واقع تسارع الأحداث وتعقدها في مسرح العملية السياسية يدرك تصاعد مستويات الصراع ووصولها إلى الفصول الدموية. وكانت انتخابات العام الحالي بالنسبة للعملية السياسية أسوأ انتخابات من حيث حجم المقاطعة الشعبية واضطراب الكتل واختلافها على أبسط القضايا. النتائج التي أعلنت طرحت رؤية جديدة للمحاصصة الحزبية، رأت أحزاب الميليشيات الممثلة بالإطار التنسيقي أنها لا توافق تطلعاتها، فبدأت بمكايدة التيار الصدري ولكن باللجوء إلى العنف. وبعد تهديدات وطعون منها في النتائج لجأت إلى المواجهة المباشرة مع القوى الأمنية أمام المنطقة الخضراء. بدأ السيناريو الدموي بعد المصادمات، فكان لا بد من الرد، والضحية مصطفى الكاظمي الذي تعرض لهجوم هو الأول من نوعه على مستوى الصراع بين شركاء العملية السياسية. جماعة شهداء محاكمتكم، جماعة شهداء محاكمتكم. تهديد الخزعلي هذا يكشف مدى استصغاره لمن يمثلون الدولة المفترضة، ويؤكد حقيقة تغول الميليشيات في قواعدها وتطبيقها مبدأ: إما لنا الحصة الأكبر واليد العليا في الدولة أو سنقلب البلاد رأسا على عقب. والسؤال أمام هذا الواقع: على ماذا يعول المنظرون للتغيير تحت مظلة العملية السياسية إن كانت قيمة المنصب الأهم في الدولة أقل من تكلفة طائرة مسيرة يطلقها عنصر ميليشياوي؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في احتدام الصراع بين شركاء العملية السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية ومحاولة الميليشيات اغتيال الكاظمي بقصف منزله بطائرات مسيرة.
ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أستاذ الإعلام والباحث السياسي أيضا الدكتور لقاء مكي عبر الهاتف، ومعنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. ونبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، هذا الصراع المحتدم والذي بلغ نقطة خطيرة عندما حاولت الميليشيات أن تقصف منزل رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، هل هذا يعني هذا الصراع الآن كشف ما كان منه غاطسا، أم أنه مرحلة متقدمة وخطيرة من التصادم بين هؤلاء الشركاء بحيث يقصف منزل بين قوسين الشخص الأول مدني وعسكري، المدني والعسكري في الدولة العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، بداية لابد من القول أنه هذا الصراع ليس جديد. هذا الصراع ولد مع العملية السياسية، هذا من مكونات العملية السياسية. في كل إطار سياسي هناك متغير وهناك ثابت، هكذا في النظريات السياسية، هناك متغير وهناك ثابت. المتغير والثابت هناك يتحدثون عن استراتيجي والتكتيك. في العراق في العملية السياسية وضعتها الفكر الأمريكي، الفكر الذي صاغ هذه العملية السياسية بناء على أنه الثابت فيها أن كل القوى التي داخلة في العملية السياسية كمكونات يجب أن تكون مؤمنة، يجب أن تكون تعمل ضمن محاصصة، يجب أن توافق ثابت على المحاصصة على النسب المعينة في هذه المحاصصة داخل العملية السياسية. لذلك من البداية كان مجلس الحكومة يتحدث عن 13 شيعة، 5 سنة، 5 أكراد، 1 تركمان، هذه التقسيمات الغريبة عجيبة على يعني على كل الرؤية السياسية العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 لغاية 2003 بعد الاحتلال، هذا ما جرى. لكن في نفس الوقت مع هذا الثابت، من يدخل بالعملية السياسية يجب أن يكون مؤمن أو يعمل ضمن هذا الإطار، إطار المحاصصة ويقبل به. أما المتغير، هذه النسب داخل المكونات، داخل كل نسبة اللي تشكل مكون، مكون شيعي، مكون سني، مكون كردي، هناك عوامل الصراع. هذا الصراع فيما بين هذه، وهناك صراع مع الكتل الأخرى طبعا، لكن الصراع في داخل هذه الكتل موجود للإزاحة، لوجود مكاسب، دفع هذا الجزء، دفع هذا المكون، دفع هذا الحزب وهذه القوى مساحة أبعد لكي يستولي عليها، وبالتالي لا يعملون ضمن يعني موجودة في كل العالم هذه الصراعات أو هذه التنافس، موجود تنافس ليس صراعا بالمعنى المتداول، لكن تنافس بالخدمات، بتقديم رؤية، بتقديم خطط معينة، وبالتالي يتنافسون في كل العالم بهذا الشكل. لكن في العراق هناك صراع من أجل الاستحواذ على أكبر مساحة، لأنه المساحة التي يستحوذ عليها، المساحة الإضافية التي يستحوذ عليها ستعود عليه بمنافع جديدة. فلذلك شهدنا هذا الصراع موجود من تأسيس العملية السياسية لحد الآن، صراع بين هذه القوى التي دخلت بالعملية السياسية، وكان ربما مثل ما أشرت حضرتك في سؤالك تحت السطح، سطح السفينة كان لا يظهر عليها ربما هذا الصراع إلا بعض نماذج قليلة كنا نراها. لكن ما الذي جعله الآن يطفو على السطح؟ الآن وصلوا إلى مرحلة الصراع ما عاد ممكن إخفاءه، الآن الساحة ضاقت عليهم. الآن بعد ثورة تشرين، بعد أن وضعوا في زاوية معينة، العملية السياسية في وضع خطر جدا، تكاد تنهار، يجب إنقاذ العملية السياسية، جاءوا بالكاظمي لإنقاذها بطريقة أو بأخرى، لتسويف طلبات الشارع، تسويف طلبات الثورة، وصولا إلى ما يسمى بالانتخابات المبكرة التي قالوا هي من طلبات ثوار تشرين، وهي فعلا من طلبات ثوار تشرين، لكنها طلبت بشروط معينة، طلبت بعد القضاء على الفساد، بعد تقديم قتلة المتظاهرين، عدم مشاركة الفاسدين، عدم مشاركة هذه الأحزاب الفاسدة والتي خربت البلاد، لكن كل هذه ما التزموا بها، من ضمنها كتابة قانون جديد للانتخابات وقانون جديد للأحزاب، لكن صمم قانون للأحزاب ليخدم كل هذه القوى، بالتالي وصلوا إلى هذه النتيجة.
وصلوا إلى نتيجة في الصراع هذا، جزء منهم استولى على مساحة أكبر وجزء خسر هذه المساحة، لكن النسبة باقية مثل ما هي، يعني نسبتهم دكتور الداخل ذلك وصل إلى الصراع إلى أن يخرجوا إلى السطح. نعم. ويتقاتلوا بهذه الطريقة، وإذا ما فتح لهم المجال، إذا ما الضابط الأساسي إيران فتحت المجال أو تركت المجال على عواهنه، سيصلون إلى القتال. نعم. إلى قتال شوارع. إذا كان دكتور لقاء ويانا حتى نرحب به. دكتور مساء الخير، أهلا دكتور لقاء. دكتور لقاء، الحقيقة ماذا أسمعك كان بشكل جيد. طيب طيب، حتى الصوت يضبط مع ضيفنا دكتور لقاء، نتوجه إلى عمان ضيفنا دكتور ثامر العلواني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله الكريم. دكتور، هذا الصراع المحتدم والذي طبعا بلغ أقصاه كما يقول المراقبون بمحاولة الميليشيات اغتيال الكاظمي، كيف تنظر له القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية ومنها هيئة علماء المسلمين في العراق؟ هل هو بداية لانفراجة حقيقية في العراق، أم هو منزلق آخر ضمن مسار هذا الصراع المتواصل والمترسخ والذي ربما يتطور إلى قتال شوارع بين حملة السلاح المنفلت؟ بداية تحية لجنابك الكريم ولضيفيك الكرام. القوى المناهضة للاحتلال لديها رؤية واضحة لمآلات الأحداث في العراق، وقد حددت المشكلة الأساسية في العراق منذ سنوات، والمشكلة كما دائما تكررها هيئة علماء المسلمين هو في النظام السياسي الذي فرضته أمريكا ورسخته إيران عن طريق الأحزاب الموجودة في السلطة والميليشيات الطائفية منذ 2003، وهو نظام دموي يقتات ويعتاش على تمزيق المجتمع العراقي وزرع الفتنة بين أبنائه. وما دام أساس المشكلة موجود، فإذا لا توجد انفراجة في العراق للأسف. العراق ما يزال يسير نحو قعر الهاوية، والطريق الذي تسلكه الأحزاب الطائفية والولائية هو طريق يجر العراق والعراقيين إلى حتفهم، وهذا ما يريده المسيطرون على العراق والداعمون للعملية السياسية، هو الإيغال بتدمير العراق وشعبه. النظام السياسي كل مخرجاته هي تزيد من معاناة العراقيين، ولذلك فإن بعد كل انتخابات تجري في العراق نرى أن العراق يغرق أكثر وأكثر في المشاكل والمآسي والمعاناة. والانتخابات الأخيرة بحسب ما يراه كثير من المراقبون ستعمق الأزمة أكبر، واليوم أصبح العالم يتكلم أن الميليشيات أصبحت مستعصية على الجميع، وما شاهدناه من تصعيد في ديالة وتهجير قرى بأكملها، بالمقابل قابله تهجير في منطقة البكرية في بغداد. هذه انعكاسات للصراع الدائر بين الميليشيات من جهة تريد التصعيد والاستيلاء على مناطق معينة، يقابله أيضا بنفس النهج حكومة الكاظمي تهجر المدنيين في منطقة البكرية، أيضا تمنح أراضيها لجهاز مكافحة الإرهاب كرشوة حتى تضمن ولاء هذا الجهاز، فهي أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق، وهذا جعل الضحية في النتيجة هم مئات العائلات من أهالي السنة تحديدا. نعم. لأنه لا بواكي لهم، لأنهم هم المتضررون ولا يوجد من يدافع عنهم، ومن يدعون تمثيل هؤلاء هم كاذبون ولا يهمهم ولا يسعون إلا لمصالحهم الشخصية. نعم. وزيادة ثرواتهم في العراق. الميليشيات خسرت مقاعد برلمانية لصالح الجناح الثاني منها، وهي لن تصمت وستمارس العنف والاغتيال وفرض السيطرة على مساحات وثروات العراقيين حتى تضمن بقائها، وهذا ينذر بخطر أكبر على العراق والشعب العراقي، خصوصا أنهم يعلنون ذلك صراحة من خلال دعواتهم للانقلاب على الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها وانعدام الثقة فيما بينهم، وهذا من أهم المشاكل فيما بين أطراف العملية السياسية. نعم. الحالية. نعم. نرحب بضيفنا دكتور لقاء مكي. مساء الخير دكتور. مساء النور يا هلا. هلا. أهلا وسهلا. لو ترفعون الصوت دكتور لقاء مكي، لأنه الحقيقة واطي الصوت أولا. هذه دكتور، والله أنت صوتك. نعم تفضل.
استاذ ماجد. اشكرك دكتور. هذا الصراع الان المحتدم بين شركاء العمليه السياسيه بلغ اقصاه بمحاوله قصف منزل رئيس الحكومه والقائد العام للقوات المسلحه الكاظمي، هل تعتقد انه بلغ اقصاه وانه لن يتجاوز هذه النقطه وانه سيتراجع لاسباب داخليه تتعلق بالشركاء وانهم في مركب واحد ولن يسمحوا بغرقه، وايضا لاسباب تتعلق بالمتحكمين الاقليمي والدولي بالعمليه السياسيه امريكا وايران، وبالتالي لن يسمحا بخطوه اخرى بعد محاوله اغتيال كاظمي؟ يعني انا يعني ظني ان هذه المحاوله كانت جزء من سياق اكبر، وبالتالي فهي لا اعتقد انها يعني الخطوه الاخيره. نعم. هناك ما زال مزيد من الخطوات، وحتى يستقر وضع المتنافسين او المتصارعين حقيقه على السلطه على حال معين، اذا لم يستقر فهناك بالتاكيد مراحل جديده، وظني انه لن يستقر حتى ان جرى التوصل الى اتفاق تسويه من نوع ما في هذه المرحله، فهو سيكون اتفاق مؤقت سينقلب عليه لاحقا. وأظن أن هناك محاولة أمريكية جادة هذه المرة لتقليص النفوذ الإيراني من خلال السيطرة أو محاولة تقليص قوة الميليشيات. الميليشيات تستشعر هذه المحاولة وتعرف بخفاياها وتعرف أنها يعني موجودة على الأقل وتجري على قدم وساق، وتعرف من هم الذين يتعاطون معها، ولذلك هي تصر على أن تكون جزءا من الحكومة المقبلة وأن يجري اختيار رئيس الوزراء بمبدأ التوافق. طبعا هذا في أسوأ الأحوال، لأن هي تطالب بالمزيد، تطالب بإعادة الانتخابات، تطالب بإعادة احتساب الأصوات يدويا، يعني كل هذه الأمور التي تعتبرها أساسية. ولكن في حال جرى تسوية ما بقبولها بالنتائج مقابل حصولها على جزء من السلطة، ربما ستوافق لأنها تخشى على سلاحها وتخشى على مواردها الاقتصادية التي هي جزء جوهري من عملية الفساد في العراق. وبالتالي المماحكة ما زالت موجودة، حتى الآن الصدر يريد حكومة أغلبية وهم يريدون توافق، ولكن قد يحصل تسوية، وظني أن هذه التسوية ستكون هشة ولن تلبث أن تنهار. الآن إيران تعرف بدورها خطورة الموضوع، وتعرف أن هناك تراجع في قدرتها على مسك الأمور، وهذا التراجع لم يبدأ الآن الحقيقة. التراجع بدأ بشكل واضح وكبير حينما أحرقت القنصليات الإيرانية في كربلاء وفي البصرة، وحينما تم تبزيق صور خميني وخامنئي وقاسم سليماني في الجنوب، وحينما رفعت شعارات تندد بإيران ودعمها للفساد في الجنوب. هذا كان هو الجرس الإنذار المهم والخطير بالنسبة لإيران. الحقيقة بعد مقتل قاسم سليماني لم يعد لإيران ذراع قوية كانت تتحكم بالعراق مثل ما كان يفعل سليماني والمهندس. يبدو أن قاني لا يسيطر بشكل كامل على الفصائل الميليشيات المسلحة، وبالتالي أعتقد أن هناك أزمة كبيرة تعانيها إيران، وهي تحاول اليوم أن تنحني للعاصفة، لا أقول تستسلم، لأن العراق بالنسبة لإيران هو خط الدفاع الأخير ولن تتنازل عنه بسهولة. هي هذه المرة تحاول أن تقنع حلفائها بالموافقة على الحكومة بقيادة الصدر أو التيار الصدري، وهذه مرحلة مؤقتة، ربما ستحاول معالجة هذا الأمر لاحقا، هي فقط تريد عبور هذه المرحلة. لكن في كل الأحوال هذه ما جرى ضد الكاظمي كان جزءا من العملية وليست جميعها. ما زلنا ننتظر لنرى ماذا سيحصل لاحقا. نعم، أشكرك دكتور رافع. تحدث ضيفنا دكتور لقاء مكي عن قضية أن إيران متراجعة، إيران في حالة من الوهن، وبالتالي ينعكس حتى على يعني حلفائها وميليشياتها في العراق الذين حاولوا اغتيال يعني رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. ما الذي يخشاه الكاظمي
لو أنه التقط هذه اللحظة وحاول الإجهاز على الميليشيات وإضعاف هذه الأوراق القوية بيد إيران، هل ثمة ثمن كبير سيدفعه ذلك هو متردد ومتراجع؟ وبالتأكيد هو لا يمتلك الإرادة السياسية، هو جزء من هذه العملية السياسية، هو ليس فردا خارج بحياته وتسفك دمه. نعم، وهذا ممكن يتعرضون كلهم عندما يتنافسون، عندما يتصارعون على المكاسب، وعندما يكون الضابط سامح بذلك ممكن أن يتعرض أي واحد منهم بهذه القضية. هذه ليست قضية جديدة وليست يعني صعبة بالنسبة لهم، هم مجرد عصابات، وعندما تقاطع مصالحهم ممكن أن يفعلوا أي شيء يريدونه وبموافقة الضابط اللي هو إيران وغيرها. لكن الحقيقة المهم في هذا الموضوع أن الكاظمي هو جزء من العملية السياسية، هو ابن العملية السياسية، هو مؤمن بالعملية السياسية، هو من يتعرض إلى الاهتزاز الشديد هي العملية السياسية كلها، كل الأطراف، يعني حتى الأمريكان عندما يعني ممكن أن يقلموا بعض الأظافر الإيرانية، ممكن أن يقلموا يعني يوقفوا جزء من التغول الإيراني، هذا لا يعني أنهم يعني سينقلبوا على العملية السياسية، لا بالتأكيد. يعني عندما يضربوا جزء من الميليشيات، لكن هل سيضربوا الميليشيات كلها؟ يعني الآن القوى الموجودة بالفائزة هم هكذا يسموها التيار الصدري، أليس التيار الصدري جزء من عنده؟ هو يمتلك ميليشيات وميليشيات قوية وفعلت بالعراق ما فعلت من عام 2006 لحد الآن، وآخرها في ثورة تشرين أصحاب القبعات الزرق. هذه الميليشيات معروفة يعني، وموجودة في سامرة وغيرها وفي أماكن كثيرة وفي بغداد ومدينة كثيرة يعني. فبالتالي كل القوى هذه تمتلك ميليشيات وكلها معرضة لهذا الموضوع، هذا جزء من عنده، جزء من الصراع المماحكات أو الإيرانية الأمريكية جزء من عنده. هناك نعود إلى النقطة الأساس، هناك مشكلة موجودة قائمة بين أمريكا وإيران، وهذه المشكلة تتعلق بالملف النووي، تتعلق بمجموعة أسلحة وصواريخ. في قضية الصراع يعني هذه أول مرة يتحول هذا الصراع من صراع سياسي، من صراع إعلامي، من صراع على النفوذ، يبلغ نقطة هناك محاولة من شريك في العملية السياسية يحاول اغتيال الشخص الأول في الدولة. هذه الحقيقة 18 سنة لم تشهدها، هذه نقطة، أقصى نقطة بلغها هذا الصراع. هذا طبيعي جدا، لأنه هذه القوى التي حاولت، يعني هنا تكمن الخطورة بين نعم لأن هذه القوى وصلت إلى مرحلة تريد أن تعلن نفسها هي الحاكم الفعلي للعراق، وتريد أن تؤسس الحرس الثوري العراقي، وتريد أن تفرض يعني تفرض إرادتها على جميع القوى. الآن بعد في خلال هذه المرحلة تجد نفسها يعني ربما تواجه ممانعة من هنا ممانعة من هنا، أمريكا دخلت على الخط، إيران تتراجع مثل ما أشار الدكتور لقاء، هناك ضغوطات كثيرة هي يجب أن تتصرف. هذه القوى تخسر مكاسبها، تخسر سلاحها، تخسر إمكانياتها، تخسر ثرواتها إذا ما تركتها. هو الحقيقة هي خسرت جزء من مقاعدها، جزء من 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 المساحة التي تسيطر عليها لصالح طرف آخر أيضا ميليشياوي. نعم. يعني ليس منزها وليس وطنيا وليس عنده مشروع وطني، ولذلك هي وقفة ضده، لا، هي هم كل نفس الأطراف هذه التي تشكل العملية السياسية كلهم متفقين على هذا الشكل. نعم. لكن وصلوا إلى مرحلة هي موجودة من البداية، لذلك أنا قلت عوامل الصراع في العملية السياسية موجودة من أول يوم أسست فيها، لأن هناك إزاحات تزيح هذا الطرف لكي تكسب أكثر، وهذا جزء من عدها. وصلوا إلى مرحلة الإزاحات هذه تستوجب استخدام السلاح، لم يزح سياسيا يزيحه السلاح. نعم، هو هذا بهذا الشكل. دكتور ثامر، في ضوء هذا الصراع المحتدم وربما الدموي، كيف يمكن للقوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية، القوى الشعبية، متظاهرين وناشطين ومدونين وقطع أيضا وقوى قاطعت الانتخابات الأخيرة، أن تلتقط وتستثمر هذه اللحظة من الصراع، وعلى الجانب الآخر الوهن والضعف والتراجع الإيراني لبلورة مشروع وطني جدي وحقيقي للخلاص؟ القوى الوطنية والحركات الشعبية الآن هي مطالب بتكوين جبهة واسعة داخل وخارج العراق، تكون متفاهمة متناسقة فيما بينها، لأن الشعب العراقي الآن يريد
جات وآثار المقاطعة الواسعة التي قام بها، وهذا لابد أن يكون من خلال جبهة عمل سياسية مؤثرة من أجل أن تؤسس لمرحلة جديدة يتطلع إليها الشعب العراقي بجميع أطيافه. فإذا لابد أن تسعى هذه القوى الوطنية والحركات الشعبية لترسيخ مفهوم اللا فائدة من العملية السياسية التي أثبتت فشلها على مدى 18 عام. أيضا لابد من تثقيف الناس أكثر بأن الحل ليس جزئيا، وإنما لابد أن يكون شاملا من خلال التغيير الشامل للعملية السياسية ونظام البائس، وهذا بالنتيجة يستلزم طرح مشروع الخلاص لكل العراقيين الذي يعتمد على المواطن. دكتور تامر، اسمح لي نتحدث عن طرح هذا المشروع، بس لأنه مضطرين أن نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لك ولبقية الضيوف لنكمل الحوار من هذه النقطة، طرح مشروع شامل في العراق. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش بعد الاستئذان من الضيوف الكرام جميعا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في احتدام الصراع بين شركاء العملية السياسية والميليشيات بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة ومحاولة ميليشيات اغتيال الكاظمي. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، دكتور لقاء مكي، دكتور ثامر العلواني. دكتور تفضل، من حيث بدأت في نقطة طرح المشروع قبل الفاصل استكمالا لها. نعم، أنا أقول أنه القوى المناهضة للعملية السياسية والحركات الشعبية الواسعة التي قاطعت الانتخابات واستطاعت أن تقنع الشارع العراقي بأن تقاطع الانتخابات ونجحت بنسبة 80% في ذلك، هذا يستلزم من نتيجة أن تطرح مشروع الخلاص لكل العراق، وهو لابد أن يعتمد هذا المشروع على المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية بمحاسبة المجرمين والمفسدين وتنمية ثروات العراق وتوزيع ثروات العراق وقات العراق بالتساوي على جميع أفراد الشعب العراقي. لابد من تحقيق استقلال العراق وسيادة العراق، وهناك عدة مشاريع طرحت في هذا الإطار. أما محاولة إيهام الشارع العراقي، محاولة الترقيع من خلال العملية السياسية، فهي محاولات من أجل إعادة التجربة الفاشلة التي ثبت بالدليل القاطع فسادها وفشلها. فإذا لابد أن تستفيد هذه القوى من مزاج الشارع العراقي وتستثمر هذه الفرصة بمد شبكات التواصل بين جميع المحافظات العراقية والعمل على انبثاق ثورة عراقية شاملة من أجل استعادة العراق من مخالب الإيرانيين وأدواتهم في العراق، خصوصا أن الأسباب كلها الآن مهيئة لذلك. الانتخابات الأخيرة كشفت فشل كبير للأحزاب والميليشيات وتراجع كبير حتى لتأثير الفتاوى المضللة على الشعب العراقي، ولم يعد الخداع ينطلي على العراقيين، حتى لو كان يلبس ثوب الدين، حتى لو كان يلبس ثوب الإصلاح، كلها انكشفت أمام العراقيين، واستطاعوا من خلال الانتخابات المقاطعة الشعبية الكبيرة أن يظهروا هذا الأمر. يعني كما قلت سابقا، الانتخابات والمقاطعة التي حصل عليه الشعب العراقي هي تجاوزت 80%. نعم. وهذا يعتبر وحده إنجاز القوى المناهضة العملية السياسية والاحتلال، سواء الاحتلال الأمريكي أو سواء الاحتلال الإيراني، وعلى رأس هذه القوى هي هيئة علماء المسلمين، أن لها السبق في تحديد المشكلة ولها السبق في طرح الحل الرئيسي، فضلا عن أنها من القوى المهمة التي ثبتت على موقفها رغم المغريات ورغم التهديدات والانتهاكات التي تعرض لها القائمون عليه. نعم دكتور لقاء مكي، هذا الصراع المستمر بين شركاء العملية السياسية واللي عمره أكثر من 18 سنة الآن، هذا الصراع سياسي تحكمه اللعبة السياسية، اللعبة الديمقراطية،
أوزان وأحجام الكتل والتيارات السياسية الشريكة في هذا في هذه العملية السياسية، أم هو صراع محكوم بقوة السلاح وهو الحقيقة المتحكم الفعلي والبقية عبارة عن ربما ديكور اللعبة السياسية والديمقراطية؟ نعم، هو الحقيقة مر بمراحل عديدة هذا الصراع. في البداية كان صراع نفوذ والسيطرة، يعني على من ناحية المكونات سيطرة طائفية واضحة وأيضا عرقية، وجرى بشكل مباشر وبدعم أمريكي كما نذكر جميعا، جرت محاولة لإعادة تشكيل العراق، إعادة تشكيل صورة العراق، ونقله من بلد مواطنة وبلد متعدد الأطياف إلى بلد طوائف وأعراق، ولذلك وحتى اليوم يسمونه بلد المكونات، يعني يحرص بالعملية السياسية على تسميته بهذا الشكل بطريقة توحي أنه بلد موزايك وليس بلد متكامل الأركان، لأن كل بلدان العالم مكونة من مكونات. المهم أنه هذا كانت بداية، ثم كانوا متوحدين جميعا هم في إطار محاولة تثبيت حكم الطائفة على البلاد، حتى وصلنا إلى مرحلة داعش، وطبعا داعش أيضا وحدتهم في إطار محاربتها. ولا ننسى أنه قبل ذلك كان عمليات، طبعا عملية طائفية شملت عمليات تدمير وتهجير على الصعيد الشعبي، وعلى الصعيد السياسي جعل المشاركة السنية في العملية السياسية هامشية وغير ذات معنى على الإطلاق. يعني هذه كانت هي التي سعوا إليها جميعا، يعني كانت الخصومة ذات بعد طائفي شامل. بعد داعش خصوصا يعني بالسنتين الأخيرة اللي والثلاثة اللي كان ما فيها نوع من يعني التناحر مع طرف قوي، وخصوصا بعدما أصبح السنة عموما كمجتمع غير يعني منزوعي السلاح ومنزوعي الاقتصاد ومنزوعي القوة والنفوذ، وليس لهم سطوة في البلاد وليس لهم نفوذ في مؤسسات الدولة، أصبحوا مأمونين جانب، يعني لم يعودوا قوة يمكن محاربتها، لم يعودوا قوة بالأساس. من هذا الجانب أصبح الصراع بينهم على النفوذ وعلى المصالح وعلى السلطة والمغانم، وهذا الأمر حقيقة تبدأ في السنة الأولى بعد انهيار داعش. ولكن ثورة تشرين كما نعرف حقيقة، ثورة تشرين ربما كانت أكثر الأحداث مفاجئة لهم. دكتور اسمح لي أشكرك قبل أن نصل إلى قضية تشرين، لا أعرف ربما تعجلت، ما الذي سيوحدهم؟ سابقا توحدوا أمام خطر المقاومة العراقية، أمام ما يسمى الإرهاب، القاعدة، داعش، الآن كلها هذه قد انتهت لا وزن لها الآن، إذن ما الذي سيوحدهم في المرحلة القادمة هؤلاء؟ خطر عام جديد، خطر داهم جديد عليهم جميعا، وهو إعادة بعث داعش بصورتها الحالية، داعش أو باسم آخر، إعادة بعث الإرهاب للطابع السني بهذا الشكل فقط، لأنه حتى أمريكا، الخطر الأمريكي ليس خطرا عليهم بالتأكيد، على الجميع على الأقل، إنهم الأمريكان الآن غازلوا الصدر والصدر غازلهم، يعني ما عندهم مشكلة معاه، يعني خصومتهم مع الأطراف الولائية القريبة من إيران، وبالتالي أعتقد أن إعادة بعث تنظيم متطرف جديد على شاكلة داعش أو هو داعش نفسه سيكون حل أمثل لإعادة توحيد هذه القوة والتخلص من الشبح الصراع بينهم، لأن الصراع قد يكون حتمي الآن أو في المستقبل. نعم. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. هذا الصراع المحتدم المتصاعد المتنامي بين شركاء العملية السياسية، خاصة الشركاء الطائفيين ممن يملكون ميليشيات، تعتقد سيبقى سياسي أو أنه سيتطور إلى دموي وقد يفجر الوضع في العراق في المرحلة القادمة؟ وهذه طبعا نقطة الخوف الرئيسية عند المراقبين والمتابعين للوضع في العراق، أن هذه الميليشيات ستفجر وضعا ملتهبا أصلا. أستاذ ماجد، هو لم يكن في يوم من الأيام صراعا سياسيا، وأبدا لم يأخذ هذه الملامح، يعني الصراع السياسي بفكر
ببرامج برؤى. لكن لم يكن الدكتور إلى أنه يأتي من حزب الدعوة فيغتال من المجلس الأعلى، المجلس الأعلى يغتال من الفضيلة، كلهم في إطار واحد وفي مركب واحد وكلهم نفس الفكر ونفس التوجهات. نعم. ونفس الضابط، لذلك ليس صراعا سياسيا بينهم لكن صراع مصالح، صراع مكاسب. من البداية كان بيناتهم هذا الصراع موجود، لكن في المراحل الأولى مثل ما أشار الدكتور لقاء فعلا كان مشغولين في صراع طائفي، كان مكون آخر هم يسموه السنة يجب القضاء عليهم، سلبهم كل مراكز قوتهم كل قدراتهم، وهذا ما يعني تم لهم الحقيقة، وبالتالي انتهوا إلى أن يتصارعوا فيما بينهم، وهذا كان متوقع. إرهاب وداعش وغيره تنتهي وانتهت، وصلوا إلى مرحلة صراع بينهم يجب أن من يستحوذ على المساحة، من يستحوذ على القدرة، من يستحوذ، من يكون هو حامي الحمى، من يكون هو المنفذ لإيران، من يكون القوى الأولى التي تعتمد عليها إيران. دكتور، هذه جزء من صراعاته. تتوقع أن هذا الصراع قد يأخذ صورة وحشية وقسوة كما جرى مع المجتمع السني، مع المقاومة، مع قوى أخرى، سيكون بنفس الدموية، بنفس التدمير، بنفس التخريب؟ أكثر وحشية وأكثر دموية، إن هؤلاء يعني ليس هناك عقيدة تجمعهم سوى المكاسب وحب السلطة وحب الامتلاك وحب السيطرة، هذه السلاح، ويمتلكون سلاح ويمتلكون مال، وبالتالي يتصارعون باستخدام هذه الأدوات بشكل قوي جدا، وإذا ما دعموا فبالتالي هم يريدون أن يقولوا للضابط الإيراني والموجود هم القوى الأكبر. أنا أعتقد يعني كل قوى من هذه القوى الميليشياوية تريد أن تقول هي القوة رقم واحد الموجودة، لذلك الصراع بيناتهم من المحتمل أن يكون وحشي جدا، لأنه فيه خلاصهم، أي صراع يبدأ بيناتهم لن ينتهي بسهولة، سيؤدي إلى زوال جزء من عندهم، جزء من هذه يجب أن يصير، خاصة مع أن كل الأطراف لديها مدججة بالأسلحة، هو هذا جزء من عنده. نعم. لذلك الصراع بيناتهم يبدأ لكنه لن ينتهي، لن يستطيعوا إنهاءه. ربما يفكرون، نعم ربما الآن دوائر الاستخباراتية في إيران في غير أماكن تفكر في إيجاد عدو لكي يتوجهوا كلهم ويتوحدوا، لكن بالتالي مع مرور الأيام سيصلون إلى نفس المرحلة، سيعودون إلى نفس النقطة، نقطة الصراع بينهم، لأنه المساحة كل مقومات الصراع موجودة على الأرض الآن في هذه العملية السياسية، مقومات الصراع موجودة، لأنه فيها مكاسب، فيها دفع للآخر، فيها كسب، الكل تريد أن تكسب، الكل تريد أن تكسب على حساب الآخر، ليس هناك صراعا مثلما حضرتك أشرت وتحدثنا عنه، صراع سياسي وبفكر وببرامج وبتقديم خدمات وبمشروع معين، أبدا، الصراع واضح جدا، ذاك تنافس ربما، لكن هذا صراع واضح، ادفع هذا الجزء لكي تكسب مساحته، لكي تأخذ مكاسبه وتأخذ ما لديه، هذا كل الصراع اللي بيناته، وهذا صراع موت، صراع وجود، صراع حياة حقيقة، هم يجدونها وهكذا، ذلك استقتالهم، تهديداتهم بهذه الطريقة، وصولهم إلى هذه المرحلة، يعني هذه نقطة محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، هذا كان جزء من خطوة متقدمة، نعم، لكن ستعقبها خطوات كثيرة، هم يعدون العدة، لأنه سكوتهم وبقائهم في سكون معين، ترك العملية بهذا الشكل يعني اضمحلال قوى كثيرة، نعم، من عندهم وانتهاءها، لن يقبلوا بهذا الموضوع، وهذه فيها مكاسب، ومكاسب ليست بسيطة، مكاسب كبيرة جدا، مكاسب في السلطة والمال والسطوة، وهذه قضية كبيرة. نعم. دكتور لقاء مكي، طبعا راح نروح للدكتور لقاء مكي وبعدين نختم ويا ضيفنا دكتور ثامر. دكتور لقاء، كيف سيترك أثر هذا الصراع، التصادم أو التنافر الأمريكي الإيراني في المنطقة، على هذا الصراع الموجود في العراق بين القوى الطائفية، خاصة وأنها تحسب الكاظمي على الخندق الأمريكي، كيف سيترك هذا يعني هذا التصادم أو الصراع الأمريكي الإيراني صعودا أو انخفاضا على الصراع الموجود بالعراق؟ كما حصل دائما حينما اتفقوا في عام 2010 أوباما وإيران، يعني جرى تعيين المالكي رئيسا للوزراء رغم الإرادة الانتخابية،
اليوم هناك تنافس وربما صراع، ولكن بالتأكيد يجري من خلال أذرع محلية في العراق كما العادة أيضا، وهناك عن محاولة لتجميع الأوراق، ليس بالضرورة صراع الضربة القاضية ولكن لتجميع أوراق ضد الطرف الآخر. هل يجري استخدامها فقط في المجال النووي؟ أعتقد الأمر أكبر من ذلك، السياق الإقليمي كله مضطرب، وهناك ربما رغبة غربية بمحاولة يعني تقليص القدرة الإيرانية على الاستمرار في هذا النمو في السيطرة الإقليمية، طبعا لصالح إسرائيل أو لصالح حلفاء آخرين، ولكن في النهاية هناك رغبة غربية يعني أمريكية أو سواها. وبالتالي أعتقد أن لن يشمل العراق فقط، طبعا يشمل ربما مناطق أخرى مثل سوريا ولبنان بشكل خاص، ولكن العراق هو المركز الأساسي لأنه منه بدأ الانتشار الإيراني الإقليمي، وبه أيضا ربما يخمد. ولكن طبعا إيران تعتبر العراق يعني حقيقة خندق الدفاع الأخير عنها، ولذلك هي ستواصل عملية يعني الدفاع عن مصالحها. لكن أيضا يجب القول أن الخطة الأمريكية كما يتبدأ من خلال السلوك أو الأحداث الجارية، في الواقع الخطة الأمريكية ربما تكون أكثر يعني أكثر مهارة من الإجراءات الإيرانية رغم خبث الإيرانيين. ولذلك نرى أن إيران اليوم على اعتقادي تحاول أن تستوعب الصدمة أو الموضوع، تستوعبه لأنها لم تكن تحسب هذا الحساب، لا سيما أن حكومة هناك حكومة جديدة، تحاول أن تستوعبه من خلال انسحاب تكتيكي مؤقت. أظن أن هناك الآن استعدادات حقيقية. دكتور اسمعني، تعتقد أن الحكومة الجديدة القادمة لن تكون طوع بنان إيران كما كانت الحكومات السابقة المالكي الجعفري عادل عبد المهدي، وأنه هاي الحكومة ربما تشب عن الطوق الإيراني إلى حد ما؟ نعم إلى حد ما، نعم صحيح إلى حد ما، أكيد إلى حد ما، نعم هذا ما يتخوف منه طبعا إيران وحلفائها. طبعا يعني لا ننسى أن الأمر لم يستمر. هل ثمة مؤشرات دكتور؟ هل ثمة مؤشرات على أن هذه الحكومة يعني احنا حتى عندها شيء من الاستقلالية عن السطوة الإيرانية؟ هي طبعا طبيعة الحكومة لحد الآن لا نعرف من هي هذه الحكومة، لأنه نعم. لحد الآن لم تجري التحالفات، السنة والأكراد حتى الآن لم يستقروا على تحالف، لذلك لا يمكن القول أن الحكومة المقبلة ستكون كذا أو كذا. سنعرف ما هي هذه الحكومة أولا، نعم، ومن ثم يمكن أن نقرر ما كيف يمكن أن تجري الأمور. أما الآن فأعتقد ما زالت الأمور يعني سائلة جدا، نعم، ولم تتشكل حقيقة، لم يكن ليس لها هيكل صلب واضح. نعم، أشكرك دكتور، لقاء مكي، أنا أشكرك شكرا جزيلا. توجه إلى نعود إلى ضيفنا في الأردن دكتور ثامر العلواني. دكتور، هذا مشروع الإنقاذ، طبعا هيئة علماء المسلمين كانت لها دعوة للقوى الشعبية، للقوى التي قاطعت الانتخابات، لتشكيل إطار وطني تنسيقي في المرحلة القادمة. إذا هذا المشروع الإنقاذي ما بلور في المرحلة القادمة، ما هو المطلوب منه أولا لكي يقبل شعبيا، ثانيا لكي ينجح في هذه المهمة الكبيرة؟ لابد على القوى الوطنية التي تحمل المشروع الوطني، مشروع الخلاص العراقيين، أن تكون أولا قريبة من الشعب العراقي لتشعر بمعاناته وهمومه من خلال التنسيق المشترك بين القوى الشعبية والقوى المناهضة العملية السياسية في الداخل والخارج. ولا بد أن تعيد ثقة الشعب بنفسه، وتؤكد على موقف الرائع في أن خيار المقاطعة وقدرته على اختيار مصيره، أقصد الشعب العراقي، وتحديد مستقبله هو بنفسه من خلال الحل الشامل لمشكلة العراق. أيضا لا بد أن تبرز هذه القوى شخصيات ثقافية سياسية أكاديمية تبث المفاهيم الصحيحة بين المجتمع العراقي من خلال التي شوهها النظام السياسي القائم في العراق. لابد أن تفضح الفاسدين والمجرمين، لابد أن ترسخ مفهوم المواطنة، لابد أن تكشف الحقوق المسلوبة من المواطن العراقي، لابد أن تعرف ما هي الواجبات التي على الدولة
يجب أن توفرها وتؤمنها للمواطن العراقي، وما هي الحقوق على المواطن. يجب أن تحمل القوى المناهضة للعملية السياسية في مشروعها حلول حقيقية، حلول واقعية للتعليم، للصحة، للبطالة، للاقتصاد. يجب أن يشعر المواطن العراقي بأن المستقبل المشرق أمامه من خلال دفع الشارع العراقي بجدية سلوك السبل المطلوبة لتحقيق مشروع الخلاص الكامل العراقي. يجب أن تضع مشاريع الحلول للمشاكل التي يواجهها العراق وهي كثيرة. طبعا يجب أن يقتنع الشعب بأن محاولة إيهام بأن الجناح الإيراني قد خسر الانتخابات الأخيرة وأن ممكن أن يؤتى بحكومة وطنية هذا وهم. لأن كل الميليشيات وكل الأحزاب التي موجودة حاليا هي تحظى بدعم إيراني، حصلت على ما تريد لكنها تريد المزيد. أما التغيير الموجود فهو بالنسب، نسبة هذه الفصيلة المسلح الميليشياوي أكبر من النسبة الأخرى. أشكرك. وبالتالي هو سيحصد مكاسب وثروات أكثر من الميليشيا الأخرى. دكتور رافع الفلاح، هذا الصراع المحتدم والمتصاعد والذي قد يتطور إلى مواجهة دموية كما أشرت، إلى أي حد يجرف من قوة هذه الميليشيات، أقصد القوة الخشنة، القوة العسكرية والأمنية، ويستنزفها، ما يسهل على القوى الشعبية، متظاهرين، القوى الوطنية، عملية مواجهتها، التخلص منها، الإجهاز عنها عليها؟ وحقيقة أستاذ ماجد، منذ ثورة تشرين ظهر أنه هذه كل القوى هذه ضعيفة. يعني نعم هي تمتلك السلاح، تمتلك الميليشيات، تقتل تغتال، لكنها بالتأكيد هي غير قادرة أن تحكم العراق بإرادتها، أن تجبر العراق. ضعيفة أم أضعفتها أيضا تظاهرات تشرين؟ أضعفتها أو كشفت ضعفها الحقيقة. أضعفتها وكشفت ضعفها الحقيقة، وبالتالي هي ضعيفة الحقيقة، وهي ليست كما تدعي من قوة. نعم تمتلك ناس يحملون السلاح، لكن هذه مجرد شراذة، مجرد يعني مساقة بالمال، مساقة بالقوة، مساقة بالترهيب، مساقة بفتاوى، مساقة بفكر خاطئ. لكن بالتأكيد عندما تسلط عليها الضغوط ستجد أن من يبقون على الساحة ليمتلكوا السلاح ويدافعوا عن أنفسهم بهذه الطريقة سيكونون قلة. الشعب موجاته أكبر، وموجات الشعب قادرة أن تسحق كل هذه، وبالتالي هم كانوا يعتقدون أنهم قادرين على الشعب وهم أقوى من الشعب، لكن ظهر واقع الحال وظهرت الحقيقة الجلية اللي هي المنطقية والحقيقية، أن الشعب أقوى منهم بكثير، وأنهم مجرد مجاميع تمتلك السلاح ليس أكثر، بلا فكر، بلا قدرة، بلا، وهناك من يمولهم. أنت تقطع الروافد عنهم، تستعين بقدراتك، تقضي عليهم بسهولة، سيتشتتون. هذا الصراع نقطة أخرى في ميزان القوى، في كفة القوى الشعبية، يعني نقطة أخرى للقوة. بالتأكيد، لأنه هو الآن أي صراع بينهم وهم يعرفون هذا سيؤدي إلى خسارتهم، خسارات كبيرة جدا جدا، لكن هم مجبرين على هذا الصراع، لأن كل طرف يعتقد من عندهم لا مجال الآن للتوافق والعودة إلى التوافق السابق والعودة إلى تقاسم المغانم بالطريقة التي تقنع هذا الطرف وتقنع الطرف الآخر. لا، الآن كل طرف يريد يستحوذ على المساحة الأكبر، لذلك الصراع منطقي ويعني حتمي فيما بينهم، مؤجل الآن، بكرة، غدا، بعد سنة سيصلون إلى مرحلة الصراع بالتأكيد، وسيخسرون كل شيء. أشكرك. وهذا منطق طبيعي وحقيقي، ومن سيكسب هي القوى الشعبية وقوى الشعب العراقي، والعراق لن يبقى يعيش في هذه المأساة وهذه الكارثة طوال العمر. أشكرك دكتور. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار، التي بحثت في احتدام الصراع بين الشركاء العملية السياسية والميليشيات على خلفية إعلان نتائج الانتخابات ومحاولة الميليشيات اغتيال الكاظمي، ولم يتبقى لنا فيها إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكان معنا من العاصمة القطرية الدوحة عبر الهاتف أستاذ الإعلام والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي، وأيضا نشكر ضيفنا مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، وكان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. حتى نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.